أهلا بكم. أصيب متظاهرون جراء إطلاق قوات الأمن قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك خلال تظاهرات تطالب بحكم مدني كامل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقد حاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق عبد الفتاح البرهان، لكن قوات الأمن أطلقت بكثافة قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع ما أصاب متظاهرين وتسبب بحدوث مواجهات بين الجانبين. وتظاهر المحتجون في أحياء الخرطوم وبحري شمالية العاصمة وأم درمان غربية العاصمة بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة المسؤولة عن تنظيم التظاهرات. وقد أكد متظاهرون خلال احتجاجات اليوم على استمرار التظاهرات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم بالحكم المدني، كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين. مطالبنا في هذه المليونية 20 فبراير تسمى بالرهيفة القتل، هي مطلب أساسي، مطلب مجيد لثورة ديسمبر المجيدة اللي هو هيكلة القوات الشعب المسلحة أو هيكلة الجيش. نتمنى أن نصل لجيش واحد موحد يحمي هذه الحدود والمواطن وهذه الأرض الطاهرة، وفاء لأشراف الجيش محمد الصديق وحامد وكل الأشراف وكل شهداء الجيش وشهداء الثورة السودانية. سنظل ناضل من أجل هذا المطلب، هيكلة قوات الشعب المسلحة لتصل إلى جيش واحد وحل جميع الميليشيات والجنجويد ودمج الدعم السريع أو تصريحه بمعنى واضح، لا نقبل إلا بجيش واحد وهذه المليونية وسمى الرهيفة القتل ومخصوص مطلبها هيكل القوات المسلحة. والمواكب هي بتراكم في عملها من أجل انتصار حقيقي. هذا الموكب يعتبر واحد من المواكب الفرعية دعت لها ملوك الاشتباكات، وبيدعو لجيش وطني موحد، جيش يشيل كل الميليشيات الموجودة في الساحة الآن من دعم سريع وحركات دارفور وغيرها. وهذا ما بيتحقق إلا بانتصار الثورة وتحقيق حكم مدني مكتمل الأركان. وفي السياق، أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا حول زيارة خبير الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان أداما ديانغ، وانتقد التجمع في بيانه ما سماها حالة التعتيم الإعلامي وقصر أمد زيارة الخبير الأممي وخلو جدوله من أي تداول مع القوى الثورية الحية في الشوارع التي يمارس ضدها الانتهاكات. ودعا التجمع لجان المقاومة والأجسام النقابية للضغط من أجل مقابلة الخبير الأممي وتسليط الضوء على انتهاكات الحقوق واستخدام الرصاص الحي ضد المدنيين السلميين. وقال التجمع أنه لن يسمح بالتآمر واستخدام المؤسسات الأممية ضد مواثيقها المعلنة لتعضيد سلطة من سماهم بالانقلابيين، مؤكدا على أنه لن يتماهى مع محاولات المحاور الإقليمية لتغييب صوت الشعب. وينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي وليد عبد المولى، أحييك وليد. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم أيضا نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السيد محمد بدر الدين حامد، وينضم إلينا أيضا عبر الإنترنت من الخرطوم السيد نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير. وأستأذنكم أن أبدأ مع وليد عبد المولى. وليد، هل لك أن تجمل لنا أهم مشاهد اليوم من خلال التظاهرات التي خرجت اليوم بناء على دعوات لجان المقاومة؟ نعم أحمد، تحية لك وتحية لكل مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. هي تظاهرات جديدة خارج الجداول المعلنة للجان المقاومة،
حيث كان من المفترض أن تخرج هذه التظاهرات يوم غدا الاثنين بحسب الجدول الذي أعلنت عنه لجان المقاومة. جاءت المواكب اليوم تحت عنوان الرهيفة تنقد، وهذه العبارة مستوحاة من مثل سوداني وتعني أن لا مناص من التراجع مهما كلف الأمر. وهذه العبارة أيضا جاءت على لسان الرجل الذي وقف مع الثورة الملازم أول محمد صديق، هو ضابط سوداني بالقوات المسلحة تمت إقالته في العام 19 و2000، وكان محمد صديق من أوائل ضباط الجيش السوداني الذين وقفوا مع الشعب في 7 أبريل في العام 18 و2000، وبعث برسالة أمام باحة القيادة العامة وأمام المعتصمين لرفاقه في القوات المسلحة أن عليهم الوقوف مع شعبهم. نعم، بدأت التظاهرات في تمام 1 ظهرا كالعادة، كانت هنالك تظاهرات أيضا في أم درمان في شارع 40، وتعاملت مع القوات بالعنف المفرط، أطلقت عليها قنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، كان هنالك عدد من الإصابات، وأيضا في مدينة بحري شارع المؤسسة. أما المواكب المركزية فكانت وسط الخرطوم واتجهت نحو القصر الجمهوري، وكانت الحشود هذه المرة وفي هذا اليوم كبيرة جدا مقارنة بالتظاهرات الماضية. انطلقت المواكب من موقف جاكسون ومحطة باشتار جنوب الخرطوم، واستطاع المتظاهرين الوصول اليوم إلى محيط القصر حيث كانت الحشود كبيرة جدا، لكن السلطات تعاملت معهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بعضهم كانت إصاباتهم خطيرة جدا، هناك إصابات مباشرة في الرأس وإصابات في الكتف وإصابات في مناطق متفرقة من الجسد. بعدها نظم المتظاهرين وقفة أمام مستشفى الجودة لحماية المصابين من الاعتقالات والمطالبة بوقف العنف الذي تستخدمه القوات الأمنية. الجدير بالذكر أحمد هنا أن هذه التظاهرات اليوم خرجت تطالب بهيكلة القوات المسلحة والنداء بجيش موحد للقوات المسلحة، وأيضا ذات المطالب كانت حاضرة هي إسقاط حكومة الجنرال عبد الفتاح البرهان والمطالبة بحكومة مدنية. وأيضا كانت التظاهرات في هذا اليوم يعني لديها العديد من المطالب، ولكن دائما المتظاهرين يتحدثون عن أن لن يتحولوا إلى مطلبيين لأنهم لا يعترفون بحكومة عبد الفتاح البرهان ولا يرون أنها هي الحكومة التي ربما تنفذ لهم مطالبهم. كل المطالب تتحدث فقط عن الإسقاط، وأيضا تتحدث عن إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمعتقلين الذين تم اعتقالهم بصورة تعسفية. هنالك أيضا يعني لجان المقاومة تتحدث أيضا عن أن هنالك اختفاءات قصرية كانت في الأيام الفائتة. نعم أحمد وليد، هل نما إلى علمك سقوط قتلى أثناء تظاهرات اليوم حسب ما تقول بعض الحسابات الخاصة بالنشطاء السودانيين؟ حتى الآن لم تأتي إلينا أي أخبار بسقوط أي شهيد، لكن هناك شهيد سقط في بحري، ولكن هذا الشهيد كان يعني مصاب وكان في مستشفى بحري، مصاب في واحد من المواكب السابقة. نعم، شكرا جزيلا. صحفي سوداني وليد عبد المولى كنت معي عبر الهاتف من الخرطوم. مشاهدينا الكرام، على ما يبدو أن التظاهرات الليلية في الخرطوم لم تتوقف، وهذا جانب من هذه التظاهرات تأتينا حية ومباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فلنتابع جانبا منها. وعودة للنقاش مرة أخرى، وأبدأ مع السيد محمد بدر الدين حامد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي. سيد حامد، أنتم لستم
أعضاء في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزية أو حتى الجانب الآخر من قوى الحرية والتغيير. بالتأكيد لديكم نظرة مختلفة الآن لما يدور في الشارع السوداني لتطورات الحياة السياسية برمتها. كيف تخرج السودان من أزمتها من وجهة نظركم في المؤتمر الشعبي سيد حامد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لك أستاذ أحمد ولمشاهديك ونشكر الجزيرة مباشرة. حقيقة نحن اتخذنا موقف من البداية من أول يوم لهذا الانقلاب موقف واضح وسمينا الأسماء وسمينا الأشياء بأسمائها وقلنا هذا انقلاب وطلبنا من السيد البرهان أن يثبت أنه حقيقة يسعى إلى إصلاح ولكن بمرور الأيام يثبت عكس ذلك. هذا ليس إصلاحا يا سيد البرهان ونحن من حزب المؤتمر الشعبي نوجه لك رسالة واضحة أن توقف هذا النزيف أن توقف قتل الأبرياء. هذا قتل وقتل بواح مسؤول منه من يقف على رأس الدولة. نحن لا ننتمي لأي كان من الجهات ولكن السيد البرهان طرح وفاق وإن كان صادقا في هذه الدعوة فنحن منحازون لهذا الوفاق الوفاق الذي يخرج هذه البلاد من هذه الأزمة. إلى متى هذا؟ إلى متى سوف يستمر إلى متى سوف تستمر هذه الفوضى؟ تعطلت معايش الناس وتعطلت مصالح الناس. المسؤول الأول عن ذلك هو السيد رئيس مجلس السيادة. يجب أن يوقف ذلك ويجب أن يكون صادقا في دعوته أنه يسعى إلى وفاق ويسعى إلى تسليم السلطة إلى الشعب في انتخابات شفافة ونزيهة. لكن أين هذه الانتخابات؟ نحن طلبنا أن تسلم هذه السلطة في خلال عام وأن يكون هنالك مجلس سيادة مدني وأن يذهب العسكر إلى سكناتهم ويقوم بواجبهم مع احترامنا الكامل للقوات المسلحة وتقديرنا لها. هذا ما نرجوه هذا ما طلبناه ونحن قدمنا رؤية واضحة للفترة الانتقالية في كل النواحي في كيفية الانتخابات صناعة الدستور الفيدرالية السلام. قدمنا رؤية واضحة وكل قوى سياسية استلمت هذه الرؤية وكذلك مجلس السيادة استلم هذه الرؤية وكل أصحاب المصلحة والآن ذهبنا إلى المبعوث الأممي لكي نجلس في حوار كمسهل وليس لديه مبادرة ولكن مسهل لكي تلتغي القوى السياسية ويجب أن لا تفشل القيادة السياسية حتى نذهب إلى كان يجب أن لا سأعود إليك تفشل التفاصيل القيادة السياسية حتى نذهب إلى مجلس أممي. نعم سأعود إليك بالتأكيد في التفاصيل. أنا أتمنى أن تبقى معي لكن ينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من الخرطوم السيد عثمان سر الختمة المتحدث باسم لجان المقاومة بالخرطوم. سيد عثمان ما زالت تتوالى التظاهرات في الشارع السوداني والسيناريو واحد تظاهرات وأناس ينزلون إلى الشارع يطالبون برحيل المكون العسكري عن السلطة تقابل بما تقولوا بعنف من قبل السلطة تسقط إصابات وبعض الوقت حتى وبعض الأحيان يسقط قتلى. السؤال عثمان وأنا سألتك حتى المرة الماضية ماذا بعد يعني ماذا بعد خطوة التظاهرات؟ مساء الخير عليك أستاذ أحمد ومساء الخير على المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الحرية والسلام والعدالة تحية المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وكلنا أمل لعودة المفقودين والحرية للمعتقلين. بعديها هو مواصلة في المقاومة للانقلاب وللحكم العسكري لعسكرية الدولة والمواصلة حتى إسقاط المجلس العسكري وتقديمه لمحاكمات عادلة وتحقيق الحكم المدني الديمقراطي. عثمان كان المفترض أعلنتم على أن اليوم سيكون هناك إعلان عن ما يشبه وثيقة سياسية للجان المقاومة وبعد ذلك قلتم أن يعني أننا سنؤخر بعض الشيء هذا الإعلان. لماذا؟ نعم صحيح أعلننا في الفترة السابقة أنه سيتم إعلان الميثاق السياسي في غضون أيام وفعلا أنه الميثاق السياسي هسه حاليا كل بنوده جاهزة السياقة بتاعته تم سياقته بالشكل النهائي هسه في الترتيب بس ترتيب فني
للحملة الإعلامية عشان يكون يطرح بالصورة المفترض إنها تكون تشبه ثورة ديسمبر المجيدة عشان يقدر ويصل ذاته لكل الشعب السوداني وللدول الخارجية بصورة ممتازة. وده الحاجة الوحيدة المؤخرة الإعلام بتاع الميثاق، هل سيكون لكن معبرا تحقيقات هذا الميثاق السياسي، هل سيكون معبرا عن كل لجان المقاومة في السودان أم حيكون لا؟ طبعا الميثاق السياسي هو بيهتم بقضايا وطنية، قضايا أساسية للدولة السودانية، لتأسيس الدولة السودانية. هو معبر للجان لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، شاركت فيه آلاف أعضاء لجان المقاومة في الولاية. من ثم حيكون اسمها، يعني تسمية الميثاق ده، إنه هو مسودة أولية حيتم عرضه على الولايات. في ولايات صبغتنا وطلعت ميثاق سياسي، طلعت مسودة أولية، حيتم دمج المواثيق بتحت الولايات كلها في لجنة ميثاق للعاصمة والولايات. هتتشكل اللجنة، ومن ثم حيتم صياغة الإعلان الميثاق السياسي الموحد لكل طيب تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة والولايات. عثمان، هل تقومون بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لما يعتبروه انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر؟ نسقتم معهم قبل أن تصدروا أو في الوقت الذي ستصدرون فيه هذه الوثيقة أم لا؟ هم يعلمون كل مكونات المجتمع المدني بالأجسام المهنية بالإضافة للأجسام المطلبية، وحتى كل المكونات للشعب السوداني، إنه لجان المقاومة على وشك الانتهاء من الميثاق السياسي، ومن ثم سيتم عرضه على القوى السياسية وعلى الأجسام المهنية والأجسام المطلبية للتعديل عليه ولتطوير الميثاق، ليكون حقيقي نحن الميثاق عايزين انه يكون معبر لكل سوداني عشان يبقوا انه اللبنه الاساسيه لتاسيس الدوله السودانيه، وما عايزين انه يكون فيه اي طيب نوع من انواع الاخصاء لاي مكون مؤمن بالتغيير ومؤمن بانه البلد المفترض انها تتبني تقوم دوله سودانيه بحكم مدني ديمقراطي. ابقى معي عثمان، سأعود إليك. سيد نور الدين صلاح الدين، التظاهرات مستمرة كما كنت أتحدث مع عثمان، لكن فيما يخص الجانب السياسي، أنتم حزب سياسي جزء من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، هل استطعتم أن تبلوروا رؤية سياسية يعني لبقية المرحلة الانتقالية الآن في هذه اللحظات أم لا؟ سيد نور الدين، هل أنت معي؟ طيب، يبدو أن السيد نور الدين صلاح الدين لم يستمع إلى سؤالي، حال توفر فنيا. سأعود إليه. أعود إلى السيد محمد بدر الدين حامد، نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي. دعنا نتحدث عن التفاصيل. أنت في البداية سيد حامد تحدثت عن المبادئ ورفضكم لما سميتوه انقلاب البرهان وحملته المسؤولية عن ما يحدث، لكن هل لديكم رؤية واضحة الآن للخروج من هذه الأزمة لإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل يليق بالثورة السودانية؟ نعم أخي، نعم أخي، قدمنا هذه الرؤية. الرؤية تتضمن باختصار أن يشكل مجلس سياسة مدني وليس عسكري، وأن يذهب العسكر إلى أداء دورهم المنوط به واللي هو ورد في كل الدساتير السودانية، أن يبتعد العسكر عن السياسة بكل أشكاله، وأن يوكل الأمر إلى مدنيين مستقلين غير منتمين، وأن ينتخب رئيس للوزراء من القوى السياسية أيضا مستقل وغير منتمي لأي حزب، وأن يشكل مجلس الوزراء من كفاءات مستقلة. ونحن في تلك الرؤية قدمنا أن تكون هذه الفترة لمدة عام تهيأ فيها الانتخابات، يجرى حوار لصناعة الدستور وليس صناعة الدستور من كل القوى السياسية، وأن يشارك الشباب لجان المقاومة يشاركون في هذا الحوار برؤياهم التي تحدث عنها الأخ الكريم، وأن تحافظ على الفيدرالية ومكتسبات التي أنجز الشعب السوداني، وأن نحن نرفض أي دعوة لهيكلة الجيش. هذه دعوات مفخخة
الجيش السوداني نحن نثق فيه وهو جيش وطني وجيش عظيم ولا نشكك فيه. ولكن الغيادة الآن نرجو أن لا تجر هذا الجيش إلى ما يسيء إليه. فتلك رؤية مفصلة ونحن قد بعثنا بها إلى الجزيرة في كل المناحي، في دور المرأة، دور الشباب، الانتخابات، الدستور، الفدرالية، السلام، رؤية مفصلة. وخلال هذا العام يجب أن ننجز السلام ونعد للانتخابات حتى نصل إلى حكومة ديمقراطية منتخبة فليأتي فيها من يأتي. جميل، ابقى معي سيد حامد، سأعود إليك. أعتقد معي العميد سادي سوركتي الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من الخرطوم. أهلا بك معنا سيادة العميد. من الممكن أن تكون لم تستمع يعني في البداية لحديث السيد محمد بدر الدين حامد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي. هو الرجل لخص الأزمة في إجراءات البرهان في 25 أكتوبر ورأى أنها هي سبب ما وصلت إليه السودان الآن، ورؤية حزبه أن يجب أن يخرج المكون العسكري من السلطة في هذه اللحظة وأن تسلم لمدنيين مستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية لمدة عام وتنهى المرحلة الانتقالية. هل هذا صحيح؟ الإشكالية في المكون العسكري في السلطة في الفريق البرهان، يجب أن يرحلوا في هذه اللحظة عن السلطة أم ماذا؟ طيب، السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام وعلى مستمعيك الكارم. يعني اولا تسمية اجراءات 25 اكتوبر بانها انقلاب، هذه تسمية خاطئة ومضللة اصلا، يعني لأن الاجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة بقيادة هذا البرهان في 25 اكتوبر كانت اجراءات يعني لا مندوحة عنها، والحوجة إليها كانت حوجة ماسة لأنها كانت لغرض المحافظة على حياة الدولة السودانية. يعني العبث والبلاوي التي كانت في السنتين أو الفترة السابقة لغرض 25 كانت تسوق السودان وأهله إلى مهاوي التفكيك والتمزيق الشامل. يعني أولا الكلام ده لا يسمى انقلابا، أولا الإجراءات التي اتخذها القوات المسلحة، يعني الانقلاب يتم على سلطة دستورية منتخبة مقننة كده يعني، لكن القوى الحرية والتغيير الأربعة خالفوا ما اتفق عليه في تلك الوثيقة الدستورية التي أنا ذاتي أراها معيبة أصلا هي يعني. فهذا مبدأ يعني. لا يا سيادة العميد احنا بس انا لا اريد منك ان تعود الى الخلف كثيرا لان هذا الكلام كررناه مرارا وتكرارا، لكن انا لفت نظري في كلام حضرتك ان انت بتقول كانت هذه اجراءات لابد منها للابقاء على حياة الدولة السودانية. انا مش فاهم يعني ايه هذه العبارة بصراحة، حياة الدولة السودانية، لاني بعدها مات ما يقرب أكثر من 85 مواطن سوداني. أنت قصدك إيه بحياة الدولة السودانية إذا كان المواطنين السودانيين وقعوا قتلى بالفعل يعني خلال هذه الفترة يعني؟ لا هو هذه برضه أضمورة ثانية، أضمورة زي أضمورة الإنقلاب يعني، أضمورة إنه قتل المتظاهرين وما قتل المتظاهرين، هذه أضمورة أخرى يعني. السودان الآن يا أخي كريم يتعرض لمؤامرة شرسة جدا وضخمة جدا ومفصلة جدا ومدارة إدارة علمية كفأة جدا. من من يا سيد سوركتي؟ من من؟ كفأة جدا يعني. من من؟ قتل المتظاهرين بالطريقة دي، أنا سمعت إنه أول شيء المظاهرات الماشية في الشوارع دي ما كلها مظاهرات دي حالة قانونية مقننة عندها توصيف قانوني شرعي يعني. لكن قطع الطرق وكسر الطرق وقطع الطرق على الناس دي ما مظاهرات، دي مخالفات لأي قانون يعني ينبغي ردعها يعني. يا سيد سوركتي عفوا، بس انت بتقول كلام كتير عايز تفصيل. سيادة العميد انت ادرى مني ان من جاء بالمكون العسكري الى سلطة الحكم في السودان كانت تظاهرات مثل هذه التظاهرات ابان الثورة السودانية. لولا هذه التظاهرات ما كان البرهان وحميدتي وبقية المكون العسكري في السلطة كما يقول البعض. ابدا، المظاهرات التي اتت بهذه يعني التي ازالت الانقاذ لم تكن مثل هذه المظاهرات التي تجري هذه الايام يعني.
الفرق يعني. العمل كله الذي كان يجري لإخراج حكومة الإنقاذ والإتياء بنظام جديد في السودان يعني. النظام الجديد الآن ملامحه شنو؟ ما في يعني القوة السياسية أصلا ممنوعة لأنها مخترقة يعني. انت تفهم ان انت لو ما فهمت انه الشغل ده وراه مخابرات اجنبيه. مين يا سياده العميد علشان بس ما يبقاش الكلام على عواهني، مين هي المخابرات اللي ورا الشغل اللي بيحصل في السودان؟ المخابرات الامريكيه الغربيه الصهيونيه الماسونيه هي التي تهيمن وتدير المسرح السوداني الان اداره شبه كامله يعني. يا سيد سكت، انت كده بتقول كلام خطير. الذي استقبل البرهان هو من قابل بنيامين نتنياهو في اوغندا، وهو من استقبل وفود من المخابرات من الموساد الاسرائيلي في الخرطوم، وارسل وفود من الجيش الى تل ابيب. يا أخي الكريم، الوقائع التي تجري في السودان منذ 3 سنوات، كل الوقائع والإجراءات التي تتنزل على هذه الدولة وهذا الشعب هي إجراءات هدامة وفتاكة وقاتلة ومعادلة. أنا فهمت حضرتك، لكن أنت بتقول أن المخابرات الإسرائيلية الصهيونية على حد تعبيرك هي من تعبث بأمن السودان والمخابرات الأمريكية. أنا بقول لحضرتك الذي ينافح الآن عن فكرة التطبيع مع إسرائيل هو رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو من قابل بنيامين نتنياهو يعني قبل فترة ليست ببعيدة، وقابل وفود من إسرائيل. هل تعتقد أن الفريق البرهان هو من أتى بالإسرائيليين ليعبثوا بأمن السودان يا سيادة العميد؟ يا أنا لا أبرئ البرهان ولا أدينه، لكن أنا سمعت من محمد الفقيه ذاته الذي كان عضو مجلس سيادي قال إنه اجتماع البرهان تم بتوافق باتفاق المجلس السيادي كله يعني. أنا سمعت محمد الفكي واستقبلته في حوار وقال كلام عكس اللي حضرتك بتقوله، لكن الحقيقة حضرتك بتقول اتهامات خطيرة للفريق البرهان، بتقول إن الفريق البرهان مسؤول عن إثارة الفتن في السودان بالتطبيع مع إسرائيل. سيادة العميد، أنت تقصد الكلام ده نصا علشان بس الأمور دي خطيرة؟ لا 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 لا، انا سمعت من عضو مجلس رئاسه المجلس السيادي ليا انه يعني مقابله البرهان بموافقه وترتيب المجلس. طب يعني تقصد ان كلهم كانوا متواطئين مع اسرائيل ومع التطبيع مع اسرائيل، وهو ما ادى بالسودان الى ما فيه كل بما فيهم الفريق البرهان وكل اعضاء مجلس السياده انذاك، كلهم تواطؤوا؟ نعم، المقابلة دي تمت بتوافق الجميع يعني. تقصد ان الفريق البرهان، انت تقول كلام خطير مرة اخرى، تقصد ان الفريق البرهان هو من اتى بالفتن الى السودان عن طريق التطبيع مع اسرائيل هو وبقية اعضاء مجلس السيادة انذاك؟ نعم، مقابلة، انا اقول لك جملة محددة واضحة جدا بدون اي لف ودوران يعني. تفضل. مقابلة برهان مع نتنياهو تمت بموافقة المجلس السيادي انذاك يعني. ايوه، ما ده انا سمعته منك بغض النظر عن صحة هذه المعلومة. انت دلوقتي بتتهم البرهان هو من اتى بالاسرائيليين الى السودان، واسرائيل هي التي تخرف في السودان الان. هل انا ما فهمته منك صحيح؟ أنا بتهم قوى الثورة كلها، المجلس السيادي على قوى الحرية والتغيير. أنا بتهم ديل كلهم الذين جاؤوا بإسرائيل، الذين هم يعيثون في الأرض فسادا الآن، ديل كلهم شركاء في هذا البرنامج الذي يجري تدريج على السودان، الذي يمنع حتى تشكيل حكومة يعني. طيب دلوقتي قوى الثورة اللي حضرتك بتتهمها مش موجودة في الحكم، أما يجب على البرهان الآن من وجهة نظرك بما أنه مسؤول أيضا أن يرحل عن الحكم ويعطيها لمدنيين لم يلوثوا أيديهم من وجهة نظرك بمسألة التطبيع كما يقول السيد حامد؟ لا لا لا، أنا أقول برهان يغادر، نعم، لكن يغادر متين؟ يغادر لمن يتفق الجسم السياسي ديه ويتفق على برنامج ويشكل حكومة، يتفق على حكومة، مش يغادر على قارعة الطريق يعني. اسمح لي، ما هو البعض يقول لك ما هو البرهان لم يأتي بانتخابات، يعني لم يتم انتخابه هو وبقية المكون العسكري لكي يقوموا بمثل هذه الإجراءات، يعني ما الذي أعطى الشرعية للبرهان؟ يا أخي الكريم، يا
أخي الكريم، المقرر العسكري ده يمثل القوات المسلحة التي هي مسؤوليتها الأساسية الآن الحفاظ على حياة الدولة السودانية. يعني يا أخي، ما أنت لسه يا سيد سركتي قايل أن البرهان مسؤول عن الإتيان بالمخطط الإسرائيلي للسودان. أنا الحقيقة مش فاهم، يعني إزاي بتتهم البرهان وفي نفس الوقت عايزه يكمل ويعين حكومة؟ لا كلام ده خطير يا سيد سركتي. البرهان هو جاب الإسرائيليين. أمال مين اللي جاب الإسرائيليين؟ أنا ما قلت لك البرهان هو جاب الإسرائيليين، أنا قلت لك المكون كله ده. يا سيد سركتي، في أول مؤتمر صحفي بعد إجراءات 25 أكتوبر الفريق البرهان على الهواء مباشرة قال أنني كنت مع التطبيع ومع فكرة التطبيع والذي كان يحول ويؤخر مسألة التطبيع المكون المدني. أنا لم أسمع هذا الكلام من البرهان. أنا سمعته على الهواء مباشرة والله. لكن الكلام أصله كلام التطبيع كان في قبل سنتين وفي فترة طيب. كان لمساندة حل المشكلة الاقتصادية يعني. يعني تقصد ان اسرائيل هتحل المشكله الاقتصاديه في السودان يا سياده العميد؟ ما انت لسه قايل لي ان اسرائيل بتعبث في امن السودان وفي مؤامره صهيونيه، دلوقتي بتقول لي ان التعامل التطبيع مع اسرائيل ينقذ السودان من ازمتها الاقتصاديه، يعني كيف افهم هذا وذاك؟ هذا هو القول الذي كان يروج له. ايوه الكلام دي لغه المؤامره كانت ماشيه في السنتين اللي فاتت. طيب. انه التطبيع مع اسرائيل وانه يعني 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 الانفتاح نحو العالم الخارجي عشان يحلوا لنا المشكله الاقتصاديه ويمنعوا العقوبات الاقتصاديه وهكذا يعني. يعني انت شايف التطبيع ده خير ولا شر؟ بس عشان انا للحقيقه ابتديت اتلخبط، انت شايف التطبيع ده مع اسرائيل ودفاع البرهان عنه خير ولا شر للسودان؟ ده هو الشر عينه واذنه وانفه. التطبيع مع اسرائيل هو الشر عينه. ما هو انا لا اقول بالتطبيع مع اسرائيل، انا بتكلم عن ماذا جرى ومن الذي قال. ابقى معي سياده العميد. انا لا اعرف هل عاد الينا سيد نور الدين صلاح الدين ام لا. تمام سيد نور الدين احييك. الحقيقه كان عندي سؤال ثاني، لكن في البدايه لو لك رد على ما ذكره العميد ساتي سركتي. هو بيقول لك الجميع كان مسؤول عن التطبيع، القوى السياسيه هذه لم تنتخب من قبل الشعب السوداني، وبالتالي المؤسسه العسكريه هي من تدير، يجب ان تدير بقيه المرحله الانتقاليه حتى الانتخابات. يعني هذا على الاقل ما استوعبت انا من كلام العميد ساتي سركتي. ما رايك؟ وطبعا يتضح جدا من حديث السيد الخبير العسكري يعني حجم الأزمة التي يواجهها السودانيون في مواجهة يعني هذه السلطة إذا ما استمرت لها هذه السلطة مدة طويلة. جملة كبيرة جدا من المتناقضات، جملة كبيرة جدا من الأكاذيب، وهذه الأكاذيب نحن نتحدث عن أشياء حاضرة الآن قبل أشهر معدودة وليس سنوات يعني طويلة. رئيس السلطة الانقلابية عندما مضى إلى مسألة التطبيع مع دولة إسرائيل مضى إليها منفردا، لم يخطر أحدا لا في السلطة على مستوى السلطة السيادية ولا على مستوى السلطة التنفيذية. مواقف الحكومة أو موقف الشق المدني جاء لاحقا. طيب. ودعني أذكر بمسألة مهمة جدا للغاية، يعني أن تحالف القوى الحرية والتغيير هو تحالف يضم طيفا واسعا من القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. هناك قوى كانت يعني لها موقفها القاطع بأنه لا يمكن أن يكون هناك أي يعني تصالح أو تطبيع مع دولة إسرائيل، هناك مواقف متباينة يعني أخرى. عموما هذه المعلومات التي يدلي بها هذا الرجل هي معلومات كاذبة وغير صحيحة، وهو يحاول أن يتلوى ذات اليمين وذات بعيدا عن يعني حديث عن شخص العميد ساتي سركتي. حضرتك من الممكن أن تكون أن هي معلومات غير دقيقة وغير حقيقية يعني، لكن دعنا لا ندخل في الشخصية أو نلقي ببعض الاتهامات ستثير جدل نحن في غنى عنه هو الآن. تفضل أكمل ما لديك سيد نور الدين. تفضل. طيب لو سمحت لي بس لأنه كان سؤالك من يعني سؤالك كان عبارة عن ثلاث أسئلة لو. طيب نعود
النقطة الرئيسية فيما نناقشه؟ يعني دلوقتي أنا كنت بكلم السيد محمد حامد من حزب المؤتمر الشعبي، والرجل وضع رؤية أن يرحل المكون العسكري، تعطى لكفاءات مستقلة تدير مرحلة انتقالية لمدة عام. يبدو أن هناك رؤية واضحة لدى المؤتمر الشعبي فيما يخص المرحلة الانتقالية. الآن أين رؤيتكم سيد نور الدين؟ طيب حسنا، قوى الحرية والتغيير قبل 3 أسابيع من الآن أقامت مؤتمر صحفي وضحت فيه رؤيتها السياسية في مواجهة انقلاب 25 من أكتوبر. كذلك قبل يعني 10 أيام من الآن التقينا برئيس البعثة الأممية، قدمنا له يعني تصورا إطاريا للعملية السياسية التي يريد يعني ابتدارها في السودان. هاتين الوثيقتين تحملان يعني تصوراتنا حول يعني مستقبل السودان. طبعا بالتأكيد نحن متفقون على أن هذا الانقلاب يجب أن يمضي إلى زوال. بالتأكيد يعني تحدثنا عن أن أي يعني مستقبل للسودان يعني سيتم صناعته سواء يعني عبر حل سياسي أو عبر الحل الثوري، يجب أن تكون فيه القوات النظامية خارج حلبة المشهد السياسي، وأن تكون هي جزء أو مؤسسة من مؤسسات الحكم وليس شريكة في الحكم. هذا جزء من تصوراتنا للمستقبل. كذلك تحدثنا عن أنه يجب أن تكون هناك تدابير جديدة غير التي قالت بها الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية في يعني في بعض من أجزائها أثبتت أنها يعني غير قابلة لأن يعني تمضي بنا نحو التحول نحو التحول المدني الديمقراطي، خصوصا فيما يلي العلاقة مع المؤسسة العسكرية. في كلتا الوثيقتين قلنا أنه يجب أن يكون هناك يعني حوار مع المؤسسة العسكرية في السودان، خصوصا أنها ظلت لصيقة بالحكم منذ يعني بعد 2 فقط من استقلال السودان، خلا سنوات قليلة خلال فترة أكتوبر، خلال فترة أبريل 85، ويجب رسم علاقة جديدة مع القوات النظامية، ونحن نعتبرها هي قوات تمثل شعبنا بعيدا عن المكون الانقلابي الذي يتسيد سلطة الأمر الواقع هنا في السودان. نعم. لدينا طبعا هنا طبعا هو أنا أعلم أن يعني الحديث كان يجب أن يطول، لكن كانت الإشكالية الفنية معك منذ بداية الحلقة حالت دون ذلك، لكن الحديث سيستمر بالطبع سيد نور الدين. أنا لدي دقيقة أريد أن حتى أعطيها لعثمان، تركته كثيرا، المتحدث باسم لجان المقاومة العميد ساتي سوركيتي. عثمان، أنت استمعت إليه، قال أن هذه التظاهرات تختلف عن تظاهرات بداية الثورة السودانية، وهذه تظاهرات مخترقة والقوى السياسية مخترقة. أنتم من تدعون دائما للتظاهرات الأخيرة منذ في الشهور الأربعة على الأقل الأخيرة، هل لك رد على سيادة العميد في هذا السياق؟ نعم، هو المجلس العسكري وحكومة الإنغاز قبل كده حاولت حكومة الإنغاز إنها تشكك في الثورة على أساس إنه تجد مبررات للعنف، لأنه ما في مبرر للعنف اللي بيمارس فيه المجلس العسكري اتجاه الاحتجاجات السلمية، فده بيصنع مبررات، والمجلس العسكري قبل كده صنع مبررات في الاعتصام في مجزرة 8 رمضان وغيره، صنع المبررات انه انتفت سلميه الثوره وانه التوغل الخارجي، وبرضه تكلم انه انقلاب 25 هو حوجه ماسه ما للشعب السوداني، هو حوجه ماسه لقيادات المجلس العسكري الانقلابي، لانه بيبقي لهم على السلطه بتاعتهم، بالاضافه لانه بيحافظ لهم على المصالح الموجوده سواء مصالح تجاريه او غيره. تاني يتكلم بس اديني دقيقة واحدة يا أستاذ طه. لا في 30 ثانية الدقيقة خلصت يا عثمان، في 30 ثانية أكمل. تمام، أتكلم عن مبادرة عن المؤامرة والمخابرات الأجنبية. المؤامرة أول حاجة من فتح البلد للتدخل والتوغل الأجنبي، والمخابرات الأجنبية دي مهمة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، المفترض إنه هو جابه التدخل بتاع المخابرات الأجنبية، من المفترض إنه يجي يحتضنني من البيت، من المفترض إنه يجي يكتبني أنا زول المسالم المارق بعبر عن 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 الرأي. ثاني اتكلم عن إنه البرهان مهمته أو المجلس العسكري مهمته حماية الدولة السودانية. الدولة السودانية هي بتتكون من شو؟ بتتكون من 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 حكومة ومن شعب ومن إقليم. الحكومة دخل المحتقلات، الشعب بيكتب فيه في الشارع، بيقتلوا وبيمارس عليه وكل انواع تمام. وضحت الفكره عثمان، حكايه ضد الانسانيه.
نعم للحديث بقية عثمان معك ومع بقية الضيوف، شكرا جزيلا عثمان سر الختمة المتحدث باسم لجان المقاومة بالخرطوم، كما أشكر سيد نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير، آسف له لضيق الوقت، وإن شاء الله يكون هناك لقاءات أخرى معك ومع السيد حتى محمد بدر الدين حامد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي. شكرا سيد حامد، وكذلك أشكر سيادة العميد ساتي سوركتي الخبير العسكري والاستراتيجي، أشكركم جميعا. مشاهدينا الكرام، المسيرة مستمرة، بعد قليل نتابع آخر تطورات ملف سد النهضة، وفيه إثيوبيا تعلن رسميا بدأ إنتاج الكهرباء من المشروع، والقاهرة تعتبر الخطوة إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته. ابقوا معنا. دولتا المصب الأشقاء في مصر والسودان، إن المياه ستتدفق ويجب أن يعرف العالم أن السد لن يؤثر عليهم،